إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره 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 ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. إن رمت منه شفاعة فبه اقتده، فسناه أوضح ما اقتفاه الساري، صلى عليه الله ما ليل دجى أو أشرقت شمس بكل نهار. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضًا وما شهقت بتسليم فمُ. يا رب صلِّ على النبي محمدٍ ما سبَّحت فوق السماء الأنجمُ، ما احمرَّ خدُّ الأقحوان على الندى، ما حام حول حمى حرامك مسلمُ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، 40 يوما مرت علينا كأثقل ما تكون الأيام، 40 عجاف كانت ثوانيها دقائق، ودقائقها كانت ساعات، وساعاتها كانت أياما. أمسك بقلبك أن يطير مفزعا، وتول عن دنياك حتى حيني، فالهول عاتٍ والحقائق مرةٌ تسمو على التصوير والتبيين. 40 يوماً ونحن نحتبس أنفاسنا مكتوفي الأيدي، لا نستطيع أن نقدم ولا أن نؤخر، نحاول أن نهرب من شاشات التلفزة ومن عناوين الأخبار، فتطاردنا صور الأشلاء والدماء في كل مكان، عبر جوالاتنا أو عبر الشاشات أو عبر حديث الناس في المنتديات. نساء فلسطين تكحلن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون يافا يابس في أصوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر. لكن مع ذلك كله كان ثمة بشريات، إننا أبناء الجيل الذي لم تصمد الجيوش العربية أمام ذلك الآخر أكثر من 5 أيام. ما بال هؤلاء المستضعفين المرابطين صمدوا 40 يوماً وهم يحققون الآيات تلو الآيات، وربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك يحقق آيات نصر المظلومين. مع كل تلك المشاهد المحرقة والمحرجة، إلا أن الله تبارك وتعالى لم يخل ذلك الشر من خير رأيناه جميعاً، آنسناه جميعاً، شممنا رائحته جميعاً، وفرحنا به جميعاً، فسبحان من أضحك وأبكى. ألم تروا إلى ثبات المرأة والشيخ الكبير والطفل الصغير؟ لم نرى عبر مئات الصور أحداً تضعضع أو تزلزل أو اهتز أو زلت قدمه بعد ثبوتها، وإنما رأينا منهم ثباتًا عجيبًا. من حصاد 40 أن وراء هذا الثبات العظيم قرآن يُتلى آناء الليل وأطراف النهار، برهان ذلك في كتاب الله تعالى قول الحق جل ثناؤه: وقال الذين كفروا لولا نُزِّل عليه القرآن جملةً واحدة كذلك لنُثبِّت به فؤادك. قال الحق جل ثناؤه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. وراء ذلك الثبات إيمان عميق عمق جذور الجبال، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ولولا أن ثبتناك
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إن وراء ذلك الثبات دعاء طويل قطعوا به حنادس الظلم وبياضات النهار، وهم يقولون: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. في السجود وفي الشهود يقولون: يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فكانت إجابة الله ما رأيتم من ثبات. وراء ذلك الثبات ألسنةٌ تلهج بذكر الله كثيراً، قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. قال الحق جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً. وراء ذلك الثبات عملٌ بالمتلو من الآيات وعملٌ بالسنن. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. صورةٌ أسطورية أفزعت المخالف قبل الموافق، وبقي الناس متسمِّرون أمام الشاشات وهم يرون الذين هُدِّمت دورهم ومشافيهم ومساجدهم يتضاحكون فيما بينهم، يعزي بعضهم بعضاً، يُصبِّر بعضهم بعضاً. إن وراء قصة الثبات تلك معيَّة الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبِّتوا الذين آمنوا. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالٍ من الأطم. أتدرون ما وراء ذلك الثبات؟ وراءه إرثٌ نبويٌ كريم يتردد صداه على المسامع وفي القلوب والوجدان فيثبت هذه الأقدام من ذلك الإرث. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الثبات لا يمكن أن يأتي إلا من أناسٍ بذلوا الأموال والنفس والنفيس. قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتًا من أنفسهم. وهؤلاء الباذلون في الأرض المقدسة المباركة استوى عندهم الحياة والموت، فلم يعد عندهم شيءٌ عزيز، بذلوا أموالهم، وقبل ذلك بذلوا نفوسهم وأفئدتهم ومهجهم وفلذات أكبادهم. يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. من حصاد الأربعين أيها السادة أن من يعظم الله تبارك وتعالى يعظم الدماء، ومن لا يعظم الله تبارك وتعالى فإنه يلغ في الدماء لا يشبع منها أبدا. من يعظم الله يعظم الدماء. هؤلاء الذين تمكنوا من رقاب بعضهم لم يقتلوا وليدا ولا طفلا ولا روعوا أمة أو ولا روعوا أما أمام أبنائها، وإنما حفظوا هذه الدماء مع أن رؤوسهم تكتنز إرثا عظيما من الثأر الذي تمكنوا منه، مع ذلك لم يفعلوا أبدا شيئا من ذلك. لماذا؟ لأنهم أبناء الآيات، لأنهم رجع السنن والآثار، لأنهم يقرؤون في محفوظهم لا سيما كتيبة الحفاظ وغيرهم، يقرؤون قول الحق جل ثناؤه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. إنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على خالد بن الوليد لما أصاب العي قوم، فقال لهم خالد: آمنوا، قالوا: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يضرب بسيفه فيهم يمينا وشمالا، فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام والأرض أرض معركة والقوم مقاتلون ومحاربون قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. من يعظم الله يعظم الدماء. إنه النبي الأكرم الذي قال لأسامة بعد أن قتل رجلا قال: لا إله إلا الله.
قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: يا رسول الله، إنما قالها اتقاء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وجعل يرددها حتى قال أسامة ودمعه يجري: يا ليتني آمنت يوم ذاك. من يعظم الله يعظم الدماء، لأن في موروثنا من إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في القتل امرأة فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. إنه الذي كان يرسل أجناده قائلاً: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. في المقابل، من لا يعظم الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعظم الدماء. من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء لا يمكن أن يعظم الدماء. من يقول عزير ابن الله لا يمكن أن يعظم الدماء. قتلت الأنبياء والأبرياء والأطفال والشيوخ، قتلوا الناس في المشافي، ورأينا جميعاً حين دخلوا إلى المشفى كتيبة الأطفال الخدج الذين قتلوهم جهارا. لماذا؟ لأن موروثهم يطفح بذلك. في التلمود: اقتلوا عبدة الأوثان ولو كانوا أكثر الناس كمالا. في التلمود: من يسفك دماء الكفار، والكفار عندهم كل من لم يؤمن بديانتهم، من يسفك دم الكفار بيده يقدم قربانا مرضيا لله. أيها السادة، تاريخهم مليء بالدماء البريئة، إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إبادات الدنيا كلها أجزم منها هنا وبيدي ألف دليل ودليل أن وراءها القوم، إما تمويلا أو إذكاء للحرب أو إشعالا لها. سنة 1400 للميلاد قتلوا 200,000 مسيحي في روما، وقتلوا كل نصارى قبرص. القوم في أوروبا لم يبغضوهم من فراغ، لم يشعلوا لهم الأتوم من فراغ، وإنما لأن هذا ديدنهم وهذا دأبهم وهذه هجيراهم. نسبوا إلى النبي حزقيال أنه قال: لا تشفقوا، لا تعفوا عن الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، واقتلوا للهلاك. إنها ديانة الإبادة واستئصال الشأفة. لذلك كان من حصاد الأربعين أن نعرف أن للتكرار آثار وأن للتكرار أسرار. لماذا أمرك الحق جل ثناؤه أن تكرر كل يوم مرات ومرات ومرات الاستعاذة من المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم؟ هل تأملت؟ لا ينبغي أن تمر على هذه الآية دون أن تعرف أن هذه الأمة المغضوب عليها ما استحقت ذلك من فراغ، وإنما لإرثها الكبير. أولئك الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا يسوغ لنا أبداً في هذا المقام أن نجهل حال القوم، والآيات تلو الآيات تجلي حالهم. سمعون للكذب، أكالون للسحت، اقرأ إن شئت قول الله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. اقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. اقرأ: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. اقرأ: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اقرأ: لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. اقرأ: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. اقرأ: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. من حصاد الأربعين أنك حين تكون مع الله وترفع راية الله فإن المعادلات الأرضية تسقط، المعادلات الرياضية تنهار، القوانين الفيزيائية تذهب. مع الله تبارك وتعالى
لا إعمال لنظام القلة والكثرة، بل إعمال لمعنى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ومؤمن واحد واحد قد يساوي ألفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. وقديما قال سيدي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش أفضل من ألف رجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفوة عن الغرباء قال: هم أناس قليلون صالحون بين ناس كثير، فطوبى للغرباء. وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد، وأين ذاك الواحد؟ قال قتيبة بن مسلم يوما: لإصبع محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. ثم أيها السادة، متى كانت الكثرة محلا للمدح؟ أين تجدون في كتاب الله الكثرة محلا للمدح؟ قال الله تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال جل ثناؤه: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والمدح دوما هو حظ القلة، وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. من حصاد الأربعين أنه بين النص المقدس وبين الواقع الذي يؤنس قد تزل قدم بعد ثبوتها. النص المقدس: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وإن جندنا لهم الغالبون. والواقع الذي يؤنس: طائرات F-16، دبابات المركافة، غطاء دولي، قنابل الفسفور، أجهزة التصنت، أقمار صناعية، مواد أرضية، قوة مادية. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلاب. من حصاد الأربعين أن ضريبة الأشياء الكبار لا بد أن تكون كبيرة. عزيز علينا تلك الدماء التي ذهبت، والأنفس التي هجرت، والبطون التي جوعت، والأطفال التي يتمت، والنساء التي رملت، لكن سلعة الله الغالية تستحق كل ذلك البأس، وتستحق كل ذلك البذل. من سنن الله تبارك وتعالى الماضية أن الأمور الكبار تستحق تضحية كبيرة، ولكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لا تثريب، النعيم لا يدرك بالنعيم، والحريات تنتزع ولا تستجدى ولا توهب. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. وما استعصى على قوم منالوا إذا الإقدام كان لهم ركابا. الدنيا لا تعترف بالأماني ولا بالأحلام ولا بالكتابات ولا بالشجب ولا بالاستنكار، وإنما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. للذين لا يطربهم زامر الحي أذكركم بمارتن لوثر كينغ الذي كان ينادي في واشنطن إبان العنصرية التي تفصل الأبيض عن الأسود قائلا: I have a dream، عندي حلم. ثم تحقق ذلك الحلم وتساوى الأسود مع الأبيض في القوانين. للذين لا يطربهم زامر الحي لقد ذهب غاندي ليحيي بعده أمة الهند. للذين لا يطربهم زامر الحي لقد بقي نيلسون مانديلا ربع قرن في سجنه الذي زرت فيه زنزانته، ليس عنده حتى ما يتقي به البرد، ولكنه بعد ذلك خلف حرية لأمته. وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق.
من حصاد الأربعين أيها السادة أن الابتلاء هو قدر الأخيار، الابتلاء هو قدر الأخيار. يا رسول الله، أي الناس أشد بلاءً؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل فإن وجد في دين المرء صلابة زيد في بلائه. أيها الأخيار، لا يبتلى إلا الأخيار. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. أيها المرابطون في الأرض المباركة، إننا نشهد بالمجموع أنكم خير منا، وأن الله إنما ابتلاكم واصطفاكم وابتلاكم لأنكم صفوة خيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. من حصاد الأربعين أيها السادة أن الهداية عزيزة، الهداية مكتسب عزيز. لذلك أكثر سؤال تردده كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. ومن عز الهداية أن بعض البدهيات قد تغيب على من كبرت لحيته واستدارت عمامته، فسلوا الله تعالى الهداية. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إننا نسأل الله تعالى الهداية في كل صلاة، ونسأله الهداية في السجود. وكان سيدي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بسؤال الله تعالى الهداية: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ويختم صلاته بالليل قائلا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. وقبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا علي قل: اللهم اهدني وسددني، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فسألوا الله الهداية. من فروع هذا الحصاد أن الهداية عزيزة، من حصاد الأربعين أن الصمت أيضا ستر رقيق يضفيه الله تبارك وتعالى على مريضات العقول وعلى سيئات الأفهام التي أبت إلا أن تتعرى. ليتها طفقت تخصف من ورق الصمت ما يستر عورتها ويواري سوءتها. ولا الصمت خير من كلام بمأثمي، فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدلي. لذلك من هنا أقول: يا لكع، يا ابن لكع، جاهد بالسكوت، جاهد بالسكوت. يا لكع ابن لكع، جاهد بالصمت، جاهد بالصمت. رأيت الكلام يزين الفتى، والصمت خير لمن قد فهم. فكم من حروف تجر الحتوف، ومن ناطق ود لو سكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أبو بكر رضي الله عنه: هذا الذي أوردني الموارد وأمسك بلسانه، ليس شيء أحق بطول سجن من لسان. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ليت بعض الناعقين، ليتهم سكتوا فستروا ما في بطونهم من الغل والحقد على بعض الناس. الخلاف المنهجي مع بعض المسلمين لا يبيح لك أن تصطف مع الآخرين الذين يقتلونهم، لا يحق لك أن تنتقدهم في هذا الموطن الذي هو ليس موطنا للانتقاد. والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، كل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه. رحم الله امرأ تكلم فغنم، أو سكت فسلم. فجاهد بالسكوت، جاهد بالسكوت. ولولا هرتقة لا تجوز، ما رد الحسيني على الأرجوز. من حصاد الأربعين أيها السادة، من يملك الإعلام يكون بيده الزمام. قال هاربرت شيلر في كتابه المتلاعبون بالعقول: من يملك الإعلام يسيطر على العقول. هل سمعتم أكذوبة الأربعين طفل الذين قطعت رؤوسهم؟
سرت بها الركبان ورددها رئيس أكبر دولة، ثم تبين بعد ذلك أنه كذب محض، كما تبين أن العراق الذي فقد 1,000,000 نفس فقده لكذبة أسلحة الدمار الشامل. إنهم الذين صدعوا رؤوسنا بأكذوبة أن العرب يريدون أن يلقوا بهم في البحر حتى يبرروا لمجازرهم، ولكن بحمد الله سقطت سيطرتهم على الإعلام بفعل هذا الهاتف الذي يملكه كل أحد، ينقل لنا الصورة التي كانت تحجب عنا كثيرا حية مشاهدة واقعة. من حصاد 40 أن العالم لا يعترف إلا بمنطق القوة، فسقطت قوة المنطق. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. المناشدات، المطالبات، الترجي، كل هذه جمل لا محل لها من الإعراب. ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. ومن القوة يا أمة الإسلام نبذ الفرقة والسعي للاجتماع، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب، ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا، عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ألم تر أن جمع القوم يخشى وأن حريم واحدهم مباح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، الخطبة الثانية سنبرح فيها واقفين بالباب، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى، واقفون ببابك يا الله لن نبرح حتى تجيبنا، نسألك قياماً وقعوداً وعلى جنوبنا، نسألك مسألة المضطر الفقير ابن الفقير العبد ابن العبد، ونحن نؤمن بأنك سميع وأنك قريب وأنك مجيب، وإنك إن أخرت الإجابة فلقد أخرتها لحكمة بالغة. واقفون بالباب لن نبرح يا الله، أتيناك بلباس الذل والفقر والمسكنة، آمالنا فيك عظيمة كبيرة لا حد لها، نحسن الظن فيك ونعظم الرجاء فيك مع اتهامنا لأنفسنا، إن يكن من تأخر فبسبب ذنوبنا، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، فها نحن أولئي يا رب سمعاً وطاعة نلظ إليك بيا ذا الجلال والإكرام. يا ذا العظمة والسلطان، يا بارئ البريات، يا عالم الخفيات، يا مطلعاً على الضمائر والنيات، يا من لا يعزب عنه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا يعجزه شيء، يا من أحصى كل شيء، يا رب كل شيء، يا أولاً قبل كل شيء، يا آخراً بعد كل شيء، يا ظاهراً فوق كل شيء، يا باطناً دون كل شيء، يا من ليس كمثله شيء. اللهم إنا نتوسل إليك ونجأر إليك ونقبل عليك ونفوض الأمر إليك ونوجه الوجه إليك، ثقةً فيك وإيمانًا بك وتوكلًا عليك. لا إله إلا الله رأس مالنا وأعظم بضاعاتنا، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، طال البلاء واشتدت اللأواء واحلولكت الظلماء، عظم الكرب واشتد الخطب، اللهم أنت تعلم وأنت تسمع وترى، لا يخفى عليك شيء ولا يغيب عن سمعك شيء، تعلم أكثر مما نعلم وترحم أعظم مما نرحم. اللهم يا ذا الجلال والجمال والكمال والعظم والسلطان، يا من لا نحصي ثناء عليه بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك بما تفتحه على نبيك من المحامد والمثاني في سجدة العرش. اللهم باسمك الأعظم الذي ناداك به الأنبياء ودعاك به الأولياء وتوجه إليك به الأصفياء، اللهم باسمك الأعظم الذي ناداك به آدم فاجتبيته واستجار بك نوح فنجيته، اللهم باسمك الأعظم الذي استنصرك به محمد صلى الله عليه وسلم فنصرته، يا الله يا من لا أبر منه، يا من لا أرحم منه، يا من لا أرأف منه، يا من لا ألطف منه، يا من لا أقرب منه، يا من لا أسمع منه، اللهم اسمع نداء الأطفال، اللهم اسمع أنينهم، اللهم اسمع نداء النساء، اللهم اسمع نداء الثكالى، اللهم ارفع إليك جؤارهم، اللهم أجب دعاءهم، اللهم حقق رجاءهم، اللهم احمي بيضتهم، اللهم احفظ وحدتهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم أجب دعاءهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم دل على مفقودهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم إنهم أولياؤك فانصر أولياءك على أعدائك، اللهم أحطهم بالعناية، اللهم اكلأهم بالرعاية، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم اشملهم برأفتك، اللهم حطهم بعنايتك، اللهم ابن عليهم سور حفظك، اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، إنهم قليل فكثرهم وضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم وعافهم، اللهم اكلأهم، اللهم إنهم عطشى فروهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، يا الله تخلى عنهم القريب والبعيد، اللهم فاجعل عنايتك أغنى لهم من كل غناء، اللهم اجعل كفايتك أغنى لهم من كل كفاء، اللهم يا الله تولهم في من توليت، تولهم في من توليت، اللهم إنك ما استودعت شيئا فضيعته، نستودعك أمنهم وإيمانهم وسلامتهم، نستودعك مهجهم، اللهم يا رب الشيوخ، يا رب الشيوخ الركع، ويا رب الأطفال الرضع، كلهم ولا تكن عليهم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اللهم انتقم من قتلة الأطفال والشيوخ، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نستنزل عليهم غضبك ورجسك ومقتك إله الحق، اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يقتلون أولياءك، اللهم أرنا فيهم عظيم بأسك وشديد عقوبتك، اللهم اسلك بهم مسلك آبائهم، امسخهم كما مسخت آباءهم، اللهم اقتلهم بنيران أنفسهم واجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم خالف بين قلوبهم، يا الله في هذه الساعة الشريفة في هذا اليوم الأغر انزع عنهم ثوب حلمك وغطاءك يا الله. اللهم لا حافظ لهم إلا أنت، ولم يكلأهم إلا أنت، ولم يمكنهم إلا أنت. ربنا إنك قد آتيتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، واشف صدور قوم مؤمنين. يا الله يا الله، وفق ولاة أمرنا وحكامنا لنصرة القضية، اللهم وفقهم لنصرة القضية، اللهم وفقهم لنصرة القضية، اللهم أيدهم بالحق وأيد بهم يا رب العالمين، وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد تردنا فيه إلى طاعتك. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد تردنا فيه إلى حياض سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يا الله، هذه أمة نبيك وخليلك التي اصطفيتها على الأمم،
اللهم يا الله اخلف محمدًا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، اللهم اخلف محمدًا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، اللهم اخلف محمدًا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، اللهم إنه أكرم أنبيائك عندك، اللهم إنه الشفيق بأمته الذي كان يقول أمتي أمتي وهذه أمته، اللهم فرأف بها وارحم وردها إليك ردًا جميلًا. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في المصائب كلها واخلف لنا خيرًا منها، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.